شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل رجعتني مشي في بيري دكتور سليمي. سيدي خويا يدخل لك هكا هو تعمل وريك باش يدخل حتى تضرب في الضحك. استنى استنى شوف عيني شوف. صباح الخير مدوزيل دلاندا. صباح الخير دكتور سليمان. عندنا شي رونديفوات الصباح. اول رونديفو 9:30. تري بيان. اما دوزر لاندا تخلط لي في شد البيرو تاعي. هذا دكتور. شبيك دكتور كالعادة حتى قاعد راقد. صباح الصوم والبصل يا رب العم. الله يهديك يا عمي الله يهديك. بقرة راني رميته بالشباك. سيدي يكملها عادة التيرادة نتاعك. قعدت عايب فيها في غيابي. علاش سيدي خويا في غيابك كنت تفرش؟ ايوا قلت فمك معناتها انا فرجه نتاعك معناتها ها مش وقته الحساب تويك دلندا. اول رونديفو وقتاش عندنا الصباح؟ 9:30. ترد بيان اسمع انت تقعد في بقعتك لهنا وما تتحركش داكوردو. تضحك ترى فيه جي وما تقوليش انا ما فقت بيك في الصاله وبس ما عرفتش كيفاش نقول لك يا باهي. ايه وين ماشي كان يخرج ما يلقاكش الا ما الا ما شنو الا ما شنو نخرج نمشي حتى بعد الباجي انا. واه يا ولدي ما ريتوش قداش ما تغشش كان تسمع كلامي ما تحركش من بقعتك. شنو انا باش ناخذ محصور انا هوني نحب نمشي نشرب قهوه. تفك عليك اسمع نزلت كي طيبت قهوه تحبش نصب لك قهيوه؟ صحيح كي قلت قهيوه القهوه بتاعك انت انا ما تفيقنيش منه انا يلزم لي قهوه نتاع رجال الكلمه اللي يجيبها الباجي في الترموس. يا ودي فك عليك باهي الاخر استنى يدخلوا باسيون هكيك تعرف اللي عندك ربع ساعه قبل ما ترجع للساله. زعما دادو باهي اوكي ما نصبروا دوبا يدخل المريض ننطر انا نمشي نشرب قهوتي بعد الباجي. دلندا وي طيب لي قهوه. اي حاضر دكتور. تحب نعمل لك انا؟ لا 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 ما تعمل لي حتى شيء انت عايشك يزي ما عملت لي انت عملت لي اللي ما يتعملش وزيد توا نشرب قهوه من يديك يمكن لما نطيح نتسكك. اسمع وكيما تفهمنا من بخدك ما تتحركش. تحركي
نتحرك من وريني ايش تعمل نتحرك السلام عليكم وجيت الحمد لله الحمد لله يدخل ادخل في ساعه وكان بيبي يستنى فيك الطفله تدخل لك يا ودي بشوي ساعه ادخل ادخل مرحبا يا ودي ادخل يا تو الواحد يمشي يعمل قهوه عند الباجي ايوه حول ولا قوه الا بالله اخو اخويا السيدي اللي دزني ما خليليش الفرصة حتى باش نقول له انا جاي للعرافة عرافة اقعد 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 بارك الله فيك عطاو تجيك الاسيستونت نتاعها العرافة هكا انت دكتور تفضل قهوتك ميرسي 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 بون مش وقت شويه توا قدام العباد اما تو نوريك اسمع انت ما صبر ولا ما تحركش حفظت حفظت سي صا تري تري بيان على السالجي وعلى ايش باش نعمل لها هذه توا و يا اخي ما زلت هون يا ماكش ناوي يا ليلى تتفقد الصاله تماش كليون جي بسم الله من على السطار انت هاي في ليله ولات قد كعبت العوينه يا بنيتي ريت ما هو نانا عمالي تكبر وتحمر وبالزر وقت اللي قربت الخطبه نتاعي مسها شوفها قداش ولات يابسه لا 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 مصدقتك مصدقتك هاي برا 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 مشي شوف لك ليوناجي وشي هاي هاي امان نانا تحبني نخرج بالحاله هذه بربي ايش عملت لك وش بيها حالتك هكي في العاده كي العاده والحبه اللي في خشمي ايه بربي يزيني غيرك عايش ومتهني وفرحان وبلاش خشام جمله امان نانا وليت تنقصص عليا لا والله مش عليك اما نتخيل باسبوعي ايش باش يقول كيف يراك يقول ملكين حب لربي ويقول حاجه امي فضيله شبيك وحدك اما خير وحدي ولا حبايا حد يحم فيا شنو هي ذيك هذه جيب متاعي جبتها من حوايجي القدم حلوه مش هكا هي تنجم تقول اما يظهر لي فيها مشكله طول صحيح فيها مشكله في الطول على هذيك جبتها نحب النقص فيها تيرا ظهرت لي قصيره هي حصر على لموضه الطول توا كل شيء خارج في القصير مراول قصار جينات قصار جوبيت قصار تقصر لي فيها شويه اي جلس صحيح وانا نقول هالزياره ونياره لازم وراها قضيه بربي على شكون تحبني ندلل مو على حماتي العزيزه ربي يفضلها لي ويطول في عمرها وعمر ماكينه الخياطه نتاعها يا لله يا لله على لسانك قداش يولي يغزل الحرير وقت اللي تبدا صبعك تحت الزرصه هكا يا امي فضيله تينا كان جيت نعرف نستعملها ماكينه الخياطه نتاعك راني خيطت وحدي هاي هاي فرصه اقعد وتعلم انا هاي ما دامك فاضيه شغل هالصبيح حتى ونعلمك ليه عاد هبط سيقك ماكش محلقه في الحانوت نتاعك كي تقعد على الماكينه استوي ظهرك ساقيك قدم ساق القدام وساق التالي حط يدك على هذه تبدا تخيط زعما في العمر هذا باش نتعلم في العمر هذا كارك تعرف تخيط وتطرز وتشبك وتسمر المضارب وتعول يا عزه قد بنتك حافقه خير منك ومقديه هذا عزه قاعده في الدار مش كيفي صحيح عزه قاعده في الدار اما انت كيركه في الدار وي دكتور عيط لي وي 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 عيط لك اي ابروبو بالله دلندا سي زاهي سي زاهي ما تذكرش اخر مره وقت جانا سي زاهي ليه اما تنشوف لا جوندار ونقول لك لا لا راهو سي با يرجعوا في عقلك ها حقا دكتور وي وي سي فريد نتاع 9:30 كلمني اعتذر وقال باش يوخر شويه باهي خرق العادة ها سا طوم بيان حتى انا زاد عندي رابور يلزمني نكملو توا توا سي لمجد اي تفضل معايا نانا تستنى فيك الحمد لله عليك يا لك تفكرتي عزوزتي انت وينك ما طليتش من الصباح تشديت بالقضية واه شبيك حاطه يدك على وجهك ما تحبش ترانا اللي اما راسي يوجع فيا
راس جوز فيك تحبني نمشي نجيب لك زوز حرامش بتاع راسنا عند القلايدي ما يبيع في الدواء صبا ليه ما يسالش اسبوعي توا نهارين ولا ثلاثه ونرتاح انت كيفاش عاد ميساج ونجي منه توا اسمع الحرامش هذوما باهين لو جاي على الراس يعيشك دلندا خلينا نمشي نجيب لك كسبه بالله نحب نعرف يا سيد تريب تشوف هالعيادة التلفزية بتاع حضرت جنابك نعم سيدي وانت ربي ما عطاكش الصبر لا يزي قبيلة تعمل لي مشاكل ما عارفي طب تدخل في أمور بيني أنا وخطيبتي ما ترش فيها مريضة ولا شهمني في خطيبتك وفي وجاي عرس خطيبتك سمعتوه اش بدي المرأة ووه عليك ووه ريتها هذه وين تحب هذي في خشمك في عيني يزيد شي توا قدامك ما ريته ما بكي تهد عليا هاني مش بتوش باللازمة لما نشكيبك ونعمل فيك عريضة ونوريك عمل مقال كامل كانك عليا انا اعطيني فرشك طبع وبعد برشكي بالله بالله ما تعرفنيش انا شكون كان جيت انت شكون راك ما تجيش لهوني ابعد ابعد يا زوز الدمانة ذي نفقوها انا وياها ابعد يزيدوشي من مشاكل توا ما ددو اخيت عزوزتي شبيه خشبك قرصتك نحلة نحلة تصيب عليا في العسل يموه الكل من عمايلك كل ما انت تركب الغزول كل ما هي تزيد تكبر وتحمر سلامجد تفضل معايا تعرف انا كنت جيت في بلاصتها باللازمة لنفلتك والله ما نشكي بك واخرج 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 ربي قدونا سقطت لها باش تتغش يا مهبول انت ماك تعايب فيها اخي ما تعرفش اللي المراه ما تحبش الراجل كي عايبها يسخطو كي يبدا خطيبها تقول انت على خاطرها بخشمها اي بخشمها وزيت عدتها بالحبه هذي ولات بخشم ونص هاي تفضل ادخل سي لمست هاني خلط عليك تفضل بارك الله فيك عسل اسمع بكري عندك الحق راهو على الحبه اي حتى وكنت تنحر يحب لها ثلاثة ولا أربعة شهر باش بقعتها تتمحى وعليا وعلى السعدي ناري على روحي اش باش نعمل توا انا يظهر لي نوخروا الفاتحة بعد الصيف زعما اي وزيد خالك عنده الحصيدة والسناجل وصابة اشكون يعرف اموره تتنفنف وينفنفنا وينفنفك معاه نانا انا بديت نشك فيك لي انت ما تحبنيش نعرس بالعالي باش نقعد بحذلك لهنا بالعكس يا سينا اش قولك نعملوا الفاتحه ليت 27 هاو سيد رمضان عادك بيجي كان تحب توخرها الخطبه وخر كاينك علينا قلبي برد هكاك نحبك وزيد في سيدي رمضان ما عنديش برشا كليونات اتاو نعطيك نهار كونجي للخطبه بتاعك عزوسي شبيك اش تحب عندي متغشى عزوسي بدك معك هكا لعب البهيمة مع الخرشف شبيني انا نفدلك معك على كرشك ولا على صلعتك بي سمع عاد ما نقولنا سمعني وزيد انت كيف اللي ظهرتي تحبني على زيني وعلى ستيلي مش على مخي وعلى طبيعتي بالعكس عزوزي نحبك كلك على بعضك على وجهك على عينيك على فمك على خشمك لازم تفكرني مش قلت لك خشمي ما عادش تجبد عليها باهي باهي حسب كلمة هذي خشم ما عادش باش نقولها قدامك لا ولا شيء صباح وانت يا عزوزتي هذا شو تعبني على ستيلي وعلى مخي ما نعرفش على ستيلك صعيب شوية وعلى مخك صعيب ياسر ما على طبيعتي تي فك خلينا توا خليني نمشي لامي فضيلة حاجتي بيها لا لا سنة ما نسيبك لما تحلف لي ليتي معش متغشى بيه صافي أحليك ثبت ليتي سمحتني يما وقلنا سفا عاد ما صار شيء بيعطيني بروفا باش نصدق تحب على بروفا؟ بيه خاطر خلي الجنة تحيط لك راهو أني جيت
نانا. بربي قديش نقعد نعاود لك يا بنتي، تبع الغرزه. انت هاني قاعده نتبع. مالاش بين خياطه معوجه؟ جاب ربي جينا نجربوا في طرف قماش واش في لابسه. هذيك من الماكينه نتاعك ياسر انتيكا يا اخي، لازم ندور بيديا ونستعمل ساقيه. بالله ماكينتي انتيكا هذيك مشريه عام 60 اللي يقول لك لله. ورقه الجارانتي نتاعها مازالت عندي. اي الحق، مازلت في الجارانتي. زيد المعوج عمره ما يستوي. شكون المعوج؟ تقصد في انا؟ نقصد في خياطتك امي فضيله. عزه هاني في بيتي، يدخل بنتي يدخل. صباح الخير. نارك دقله وحلي. خير. شنو هي اللي فيها خشمك؟ ومسكينه باش يصير لها كيما بينوكيو. شكون بينوكيو هذا؟ قرا معاك في الباباسات. هيجا بنتي هيجا هيجا خلينا نشوف. شفت امي فضيله البارح في الليل صغيره، اليوم صبحت كي الحمصه. تلقاك حكيتها وانتي راقده. يمكن هذيك على جيتك، زعما شنعمل لها؟ زعما نكويها لها. و تحب تخلي لها سيكاتريس في خشمها؟ تو بعد ما نكملوا نخطف روحي للفارماسي ناخذ لك بوماده. ربي فضلك اختي زينب، قاعدين تخيطوا. هاني وميمتك من صباح ربي نعلم في زينوبه كيفاش تعين ابره الماكين. اختي زينب بعد ما شابها زول كتابه. اولا مازال ما شابش، انا مازلت ما غلقتش ال 35، وثانيا انا قريت في الميسيون اللي يقول لك مش في الكتاب. ما تخوش عليها هذيك منقوره خاطر ما نجمتش تتعلم. نقول لك مش لازم تنقص لي فيه الجوب، عطاو نهزوا للتيرزي نتاع ماما. اختي زينب ميسيل شهيت عليك، قمر لي انت الطول وانا تنعمل لك العطفه. صباح خير. صباح خير. عندي موعد مع الطبيب، كلمتك قبيله وقلت لك نوخر شويه. تفضل دكتور يستنى فيك. صبت انت جاي للطبيب؟ مش بعد ما تدخل زاد تطلع عندي جاي للعرافه ترسلني النكر في البخزه هكاك ومصبر في بلاصتي. لا يا لجنات نقول لك الحق، ما عادش يساعدني. كل مره وين نجيك تبدا تمني فيا، وتو الحقيقه ما ريت حتى جايره. يا اخي نجي فيها من راسي الفنجان والكاتا هذاك اش يقولوا؟ ايه هما يقولوا من هي اللي تقرا فيهم. معناها حسب الفصل الرابع ولا هو العاشر من مجله. اه ولدي انا مجله وانا سماره، شبيك ريت نخدم المجلات انا؟ ماشي في بالك النقل من المجلات ونحط في الاسبوعيات. يا لجنات نقصد مسؤوليتك القانونيه في عدم توفير مكونات الادلاء الشرعي في الاحكام الجزائيه. يا ولدي بس شويه، مش خاطرك هو كاتب محامي وتحب تكوني بالهف. انا قاعده نقالك كل مره، اما انت شكاويك برشا كثرت، خبلت الكارتة على معامل الدوانة مع الناس. شنو شنو؟ اي اه هذا ولا فلب هذا؟ لا فلب ولا قطوس، انا مثلا ببك شراب. اسمع انا باش نعمل فيك عريضة من اجل التقصير في اداء العمل بتاعك والتطاول على حريف اثناء العمل. يا سي لمجد يا سي لمجد، راه عيب عليك الشيء اللي تعمل فيه راه. تحب تسقط الدعوة؟ امان انا دعيت بيك. ازاي ديالا؟ ما غير ما تحاول، انا باش نطالب بحقي حتى الاخر، باش نزيد نعمل فيك مراسله للمكتب الجهوي نتاع منظمه الدفاع عن المسلح. مالا برشتي كمل اشكي نسلل القلوب، على خاطر انا باش نحرش فيك الجماعه. جماعه؟ انا جماعه؟ الجماعه اللي يقراوا معايا بالغلط، جماعه بسم الله. عطاو نشوفوا الطبابير متاعك ونشوفوه كيفاش تنجم تشكي بيهم والا لا. استناني نشوفهم الساعة تبعين انا دايرة وتو نوريك فيهم باللازم ما نعمل فيهم عريضة. هما زاد صباح الخير بشبوش. ماني قلت لك ما عادش تعيط لي بشبوش. اوكي بشبوش اوكي يا باشي، تعرف مو سرقت روحي بالسيف من سيدي خويا، انت حتى دلندا تلفتها بجي وعزه زاد ما يمشيش. بربي قول لي يا سيدي جيمس بوند، كنت عامل هالفيلم الكل باش تخرج عليه جيت قعدت وخليت نخدم على روحي. برجلي يا باشي نعم كويس قوة ما كترموش البنين. اسمع يا سيد انا ما يساعدنيش، كل ما جيني تضرب لي شطر الترموس. هذيك قهوتي ما هيش كيما قهوة القهاوي. امان باشي على جرد كاس يا خويا، نوعدك من هو كي نجيب لك قرطاس من كل شهر. يا سيدي خلي عندك قرطاسك، جيت نطلب فيك ولا نطلب فيك؟ زيد معاك يا باشي.
وحيد والله بيجي ما نعرفش علاش كونك بنينة. قول لي بيجي كيفاش طيبة؟ هذاك سر ما نعطيه لحتى حد. أمان بيجي خوك حتى عم دي ربيع شيرك وصاحبك يا بيجي. شو حتى عقبة ما نعرفش طيبة معناتها صنعتك ما نسرقها لك. باهي يا سيدي عندك الحق. أنا يا سيدي ناخذ بنك عبد وما نرحيهاش. ايوا كيفاش طيبوا من نرفسوا تحت صباطي هك هك صباطك هذاك المسخ. لا لا نفدلك عليك. اما سر الحقاني انا ما كنت القهوه عمري ما نغسلها وساعات ما نحطلهاش ماء بتاع السباله نحط لها الرغوه بتاع غسيل الماعون. مش لازم بطلت عيفتي فيها القهوه. الحمد لله هذا اللي كنت استنى فيه. بيش بيش انت ليه الحبه اللي طلعت فوق شمعزه؟ حبه كبيره. شنو كبيره بيش جديد تعمل قد كعبه البصع. هذاك ما يكون كان حب شباب مولا عزه نتاعك شرفت هذاك علاش الحبه كبيره. عزوتي شرفت يظهر لك. على كل حال دلندة هنتني قالت لي تبره ما تخليش بلاصه. دلندة اش تفهم منه؟ اجاني هوني انا عندي نسيبتي واخت مرا نتاعي طلعت لها حبه كيما تحكي انت. اي صحيح بعد عامين طلعت لها بعد عامين اما خلت لها في وجهها بلاصه كي طبعا تاع القباضه مسكينه المغبوله ولا تحط عليها سبارادرا. خلت لها بلاصه يا ريتو بلاصه يا ريتو بلاصه. يا سيدي الحبه عملت عروق والعروق سرح هي وكل عرق طلع حبه وكل حبه طلعت عروق. يا حسينو ما نزيدش نخوفك وجه عزه بتاعك باش يولي كيما خريطه احوال جويه بتاع التلفزه. مسكينه عزه مجبوش تطلعش يعمل عليا بالعاني تحب تعيفني فيها كيما عيفني في القهوه. عرفتك ما تكون كان هوني عايجة في صاحب ما يخرج الباسيون. زيد اقعد شويه هنا اسبوع تيجي اجي ها عز وين وصلت؟ كملت. هاي يعطيك الصحة. ها وحز زينوبة جيت. هاي عز أو ذي قال لك الفارماسيان نهارين وتنحي لك الحبة. ربي فضلك أختي زينب. قولي قداش يلزمك؟ 6000. أكلي مزيان هي باش تاخذ عليك فلوس بيناتنا هو. ربي فضلك أمي فضيلة وانت زيد اختي زينب وانا هاني كملت لك الجوب قيسو. يعطيك الصحه اتا نمشي لبيتي نقيسو. اول مره تكلف لي عطفه ب6000. امي فضيله عندي ما نحكي لك على توخير الخطبه. توخير الخطبه؟ بلا سي فريد حسب نفهم من كلامك ولا عندك كل ادمان على اللعبه؟ لا ما ولاش عندي من اللي صغير وانا الموت على اللعب. اي وعليه هذا الكل على الفلوس؟ انا قلت لك نحب اللعب. الفلوس ما هي اللفاح باش نبوستي روحي. شنية؟ تبوستي روحك؟ شنية تبوستي روحك؟ معناها نعطي روحي شحنة إضافية باش نستحل اللعبة مليح. بون هكا يقولوا نبوستي روحي. طيب هي اسمع وكيف جاتك الفكرة باش تشوف طبيب نفساني؟ يا أخي ولا عندك إحساس بالذنب؟ لا تخاطرت أنا واحد صاحبي 100000 100000 باش نشوفه إذا اللعب مرض نفساني ولا. بون إي وانت اشكال الاختار بتاعك؟ انا قلت ما ظهر لي. بالنسبه لي اللعب حاجه تجري في دم كل واحد. مثلا بنادم كي يتولد اول حاجه يعملها كي يحط خشمه في الدنيا اشنهي؟ يبدا يبكي ويسيح ويمخط ويغرد. هذاك من الاول على خاطر ما يعرفش شنو اللي يستنى فيه. لكن بعد ما يغسلوا له ويضرب لها ببرون كيما نعرف انا يدورها لعب. اش قال الدكتور؟ معناتها حسب رايك انت الواحد يبدا بالشقاشق والسيسات ويوفيها كما سيادتك انت من كازينو لكازينو. بينجو هاك طلعت بينجو. وتلعب البينجو زادا؟ يا دكتور راي نلعب كل شيء بينجو رمي بلوت رولات يا حتى كحله حمراء. تعرف انا بين قوسين نموت على البينجو. ابو تعرف ساعه ساعه في الصيف نمشي للوتيل ونزرف مع التوريست ونعديها الليله كامله نلعب في البينجو مع التروزياماج. ريت باهو قلتلكش اللعب حاجة جينيتيك. تعرف كانوا نسافروا مرة مع بعضنا اللي من دورك في الكازينوات المام الكل. قل لي عمركش لعبت في كازينو؟ لا لا أخويا كازينوات أنا بخلاف الكازينو متاع القلوات متاع مكاكح ما نعرف حتى كازينو. لا نحكي لك على الكازينوات متاع كوت دازير موناكو.
لا لا عايشك، هذوما ماهم الجوي الحقيقه. تتخطرش 30,000 30,000 اذا كان تدخلوا معايا الكازينو، فلوسك الكل تحطها غادي وتخرج فرحه. اي وعلاه المره هذه 30,000؟ علاش مش 100,000 كما الاختار اللي عملته مع صاحبك؟ تماني حبيت تلعب بحق الفازيتا. شنو شنو باب تلعب بحق الفازيتا؟ تعرف وقت شو اقول لك انا؟ العب قدام باب داركم. خاطر لعب بعشية انا؟ لا. سامحني يا دكتور، حاجه اقوى مني. والحب زيد اقول لك زاده حتى من 100,000 خسرتهم. تعرفش علاش؟ على خاطر افكتيفمون اللعب مرض نفساني. زعما تتخاطرش؟ مش مشكل، خمم مليح وقل لي. هذا حس سليمان. عسلامة أمي. عسلامة عزة. عسلامة أخويا سليمان. وينك اليوم؟ شبيك ما زرتش في الصالة؟ جيت نعاون في أمي فضيلة وأختي زينب. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. قل لي عزة يا أخي، مش تفهمنا على بلاصة العطفة؟ ظهر لي العكس كأنك حليتها. أمي فضيلة هي اللي قالت لي طول فيه شوية. أنا نعرف ولدي حروجي وما يحبش الباس المعتق، والعطفة ظهرت لي قصيرة برشا. إيه والفونت علاش تخيط فيها؟ أمي فضيلة زادة قتلي خيطها. يا عبيد ربي، هذيك حلة وتتلبس ما عادش حشمة فيها الدارة. سليمان يعجبك هكا؟ أسمع أنا ماك تعرفني، حكايات نساء ما نفهمهمش بتاتا. أخويا سليمان شاهية طيبة، نانا رايق قلب عليها الدنيا. ما هي شاهية طيبة؟ فوزتي مخبش معي كيلو الفريز. إما فريز إما فريز الفريز اللي زرعته بخشمك. أمان أسبوعي واللي تعاير فيا بيه أطلت فيني. شبيها زادة كيف كيف خدي جنات يا نهار فيسا ما حبوش تفضليك. اش بيك لصقني؟ ما هو لاباس. نقرا معاك. نعم وهذيك شنو هذيك؟ قرطاس حمص؟ لا هذيك سيدي خويا بالسوري، ما فيهاش تغطية وتريش النجوم. نعم نعم وانا تعرفني نتبع على حكايه الفارغه، انا ما نقرا كان الصفحات السياسيه. قول لي سيدي خويا، زعما الكوب شير مع السر اكاديمي كوثر ولا جوهر؟ يا ولدي وفين شمريق البار الطاوة؟ تسمعني يا اخي ما تحبش تفضليك زيادة. لا مش انا ما نحبش تفضليك، الضمار نتاعك انت ما يضحكش. وشنو تو كان فضلك انا معاك تنبزني؟ كان تكلمت معاك سيريوت تدور علي وتطفيني. وانت عمرك حكيت سيريو؟ نعم بابا تفضل احكي معي سيريو، احكي وتشوف. بالله بالله تحب تحكي سيريو؟ نحكي. تحب تحكي سيريو؟ نحكي. اي سيدي تفضل هاني نسمع فيك احكي. نحكي سياسه وبتعبدل العالم كل زاده. تريت ربيع تريت ما هو حطينا حويجي لبيه الكل لبستهم، لو كنا عاود نلبس قطعه منهم الا من البيت الكل يفيقوا بيا. نعم تريت تجيب عفسه في اللاك وبربي بقديش؟ 120 دينار بركه تي هذا عاد هوا فار. ونكمل نتسلف مع عندك البول ونورس ناخذ من عندها الساك وعايدة تعطيني البوت نتاعها. ها اش قولك تخرج حتى مش نورمال؟ ايوا معناتها تو سيدي خويا حسب كلامك قاعدين يشعلوا في النار ما بينك اللي اسمهم شيعه واللي اسمهم سنه. هي 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 بلاش مدخل الكراد يا ودي. انا كراد بتاعك الكراد حكايه اخرى. علاش انا ما فهمتش؟ وش عندك ما تفهم بربي؟ وش عندك ما تفهم؟ هي الحكايه هذه لا مفهمينها لا السنه لا الشيعه ولا الاكراد ولا البشمركه. شكون اللي بلاش برقه هذوما؟ هم اللي طلعوا زاده. ما نعرفش فك علي، هاي فك.
يا سيدي خويا انت ما تعرفش، تقول ما عندكش تعرف. امان سيدي خويا امان. باهي يا سيدي، اش تحب تزيد تعرف يا اخي؟ باهي قولوا طبعا سيدي خويا حكاية هذه الفرق ما بين الشيعة والسنة محسوب فهمته. ما للوش يقدموا في ساعة، وعلاش خلاو في سوم الجيش؟ شنو شنو؟ شكون هم هذوما؟ الشنوة. شنوة؟ اش مدخل الشنوة في الحكاية؟ استنى يا اخي، مش الشنوة صح وفي حاجة؟ يا اخي صيبوا له بالقماش باش يخيطوا بيه العوايش. هذا لا كور ملتي فيبر. ايه وانت من ليك الحكايه هذه؟ والله ما نعرفش يا سيدي خويا امان مفيد، وقتنا نجري مريول مايدن تشينا التيكي نتاعو تقعد في رقبتي. عاد ما عرفتش هل نرى من الطقس ولا من الفيبر. يا ودي اش قاعد تقول؟ تحكي بجدك؟ اي سيدي خويا مخي كله افكار ما عرفتش كيفاش نربط ما بيناتهم. شوف شوف اسمع، انا ما عادش نجم الاسئله نتاعك ها ووسع البال نتاعي ما يتفهموش. بربي سيدي خويا سؤال اخر برك ما عادش نسالك. عايش كمان سيدي خويا التسونامي هذي علاش جات في فرنسا ما جاتش في استراليا؟ با تسونامي في فرنسا، التسونامي في فرنسا. يا امي امي احضرش الفطور راني ما عادش نجم، راهو باش تصير لي سورمناج. اوه حق هذي الكلمه هذي بالذات دي ما نسمعها سيدي خويا. نحب نسالك عليها، تسمى هذي السورمناج هذي تو مرض؟ شو بدخلك انت في السورمناج؟ انت انسان ملقح ضد السيرمناج. يا باهي بعدك الناموسة اللي عملت حالها في امريكا ما تعمل لي شيء. شو تحكي على الشيكونغونيا؟ اي كشكونغونيا هذيك اي قولي ساعه ما تنجمش تجينا. امبوسيبل. ليش على البعد؟ لا على خاطر الناموس بتاعنا ما يقدو حد. امي يا امي احضرش هالفطور، علاش نقعد لها كيل بيم؟ حاشا اسمك شو هالي انا معدانا بيبا؟ هذاك استقصد لا بيس استمى ما عمش يفسرني يا امي، عمل لي كيما كنا صغار في المكتب. ايه 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 انت انت ما تحبش تفسرني دروسي. قال شنو دروسك انت يا ابجل تذكرها هذي؟ تو هكا امي شو تو هكا يا اخي نسيت نسيت كيما نقول لك انا سيدي خويا فسرني هذي طفيني وما تعمل لي حتى شيء ومعقدني ولا عمرك فسرت لي حاجه. هذاك علاش انا طلعت في الصل وجرت كرسي عنده. والله عيب عليك يا سيمي، كل ما يحب يتعلم حويجه تبكيه هكايا وتحشم. شنو بابا ديما عاملين فيك يا راجل؟ قدكش جونتي وبالك واسع، ربي يعطيك الصبر وبرا. يا لالا ما زعمك في تشعيل النار، لشكون طالعه؟ حق بابا مادامني متفكره نقاشي فوقك 120 دينار قبرت جيب تقتل. لا لا يا لا انا فوقي السقف والثريا اكاو، وكانك على الجيب مادامها تقتل فك عليك، انا مازلت حاجتي بيك. بربي قولوا لي مش الجيب هكا احلى؟ ها شو على الجيب تحكي وهيش بقى منها؟ يا ماما تقتل سلفها لي امان امان عندي عشويه. با ما ثماش خروج من الجيب هذيا، وكلامي صالح ليكم انتم مزوز. ويا بني كان تشوف جيب دلنت يقتل لما اقصر من هذا شويه. والله فكرتني اسبوعي فكرك في الشهاده. قل لي سي سليمان يا اخي حلال عليهم حرام علينا؟ ها قبيله وانا راجعه من الفارماسي عملت طلع على الصاله نلقى ليلى دالندا لابسه هي زيد جيب قصير. اش فيك ما تكلمتش وريتها حر يدك هذيك لابسه تجيبها الخدمه؟ واش مدخلني فيها انا دالندا؟ اش مدخلني فيها انا؟ قاعد نثبت اش قاعده تاكل اش قاعده تلبس؟ انا اللي يهمني خدمتها هكا. بالكش الميني يخرج على ليلى دالندا وانا ما يخرجش عليا. ها يا ربي يا ربي يا ربي انا ما عاد فاهم حد شيء في هالدار، كل حد يجبد في الخطا ليه؟ يا نهارك اللي باش نترشق. سيدي خويا ظهر لي انت واختي زينب ومني كيما الشيعه والسنه. وانت شنو كودي؟ لا انا سيدي خويا كيما تشيكن شكشوكا نخرزيتي تحتي. Bye.
شوف لي حل. شوف لي حل. شوف لي حل. شوف لي حل.